بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 24. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وفي مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الخلاف وذكره أنه سيقع، قال رحمه الله: وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يشير إلى أن التفرقة والاختلاف لا بد من وقوعهما في الأمة، وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة، كما روى النزال ابن سبرة عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رواه مسلم. قال المحقق حفظه الله: لم أجده في مسلم، وإنما وجدته في البخاري ومسند أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. كما سبق في الحلقة، في آخر الحلقة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من الاختلاف لم يكن معنى ذلك أنه يحذر من شيء لا يقع، فهو إنما حذر من شيء متوقع، وغرضه عليه الصلاة والسلام من ذلك لينجو من أراد الله نجاته. هذا هو الغرض من إخباره صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف. ومن ما يدل على كراهية النبي صلى الله عليه وسلم للاختلاف ما وقع في هذا الحديث من ابن مسعود مع الرجل الذي قرأ آية من القرآن فعلى وجه يخالف ما يعرفه ابن مسعود، فأمسك به وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع قراءة ابن مسعود وسمع قراءة الرجل، وقال: كلاكما محسن، وكره صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهما من الاختلاف. فالاختلاف إذا كان بسبب جهل المخالف مع الطرف الآخر من الحق، فإنه ينبغي أن يتثبت ذلك المنكر يتثبت ولا يتسرع إلى الإنكار، لأنه ربما يكون مع الطرف الآخر حجة ومعه حق. فلا شك أن القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على سبعة أحرف، على سبعة أحرف، وذلك من تيسير الله لهذا القرآن ليقرأه كل على لغته ولهجته، وهذا من باب التيسير، لأنهم لو ألزموا بحرف واحد بالقراءة على حرف واحد شق ذلك عليهم. والقراءات كما هو معلوم بينها اختلاف في الأداء، بينها اختلاف في الأداء وفي بعض الحروف، لكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وكل تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن،
كل تلقى عنه. فهذه القراءات ليست من ابتكار الناس، وإنما هو مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كلاكما محسن. لكن لما كان ابن مسعود رضي الله عنه لم يعلم ما مع الطرف الآخر من القراءة الصحيحة أنكر عليه. الرسول منع أن ينكر الإنسان بدون أن يتثبت من الأمر، ولأن هذا يؤدي إلى النزاع وإلى الشقاق وسوء التفاهم. فإذا كان الاختلاف له مساق فلا ينبغي أن يحمل ذلك على التقاطع والتهاجر والتدابر. نعم. قال ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نعم، لا تختلفوا، هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الاختلاف الذي ليس له وجه، الاختلاف الذي ليس له وجه. وأما الاختلاف الذي له وجه وله مستند فهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، لأنه سيقسم الاختلاف إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف تضاد. فهذا الذي وقع مع ابن مسعود رضي الله عنه إنما هو من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. نعم. قال رحمه الله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق. هذا الاختلاف المذموم الذي فيه أن أحد الطرفين يجحد ما مع الطرف الآخر من الحق. نعم. ويحكم عليه بالبطلان، مع أنه قد يكون له وجه من الصواب، فالواجب قبول الحق، ولو كان مع المخالف تقبل الحق، ولو كان مع من خالفك لأن قصدك الحق وليس قصدك الانتصار للنفس، قصدك الحق. والله ذم اليهود لما قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فهم أنكروا ما مع غيرهم من الحق تكبرا وعنادا، وقصروا الحق على أنفسهم وما معهم. فهذا هو المذموم، هذا هو المذموم من الاختلاف، أن تجحد ما مع مخالفك من الحق. لا شك أن مخالفك قد يكون معه حق ومعه باطل، فأنت تقبل ما معه من الحق وترد ما معه من الباطل. أما أن ترفض كل ما معه فهذا لا يجوز. نعم. ثابكم الله. قال رحمه الله: لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأه. نعم، كلا القارئين ابن مسعود والرجل الآخر كان محسنا فيما قرأه، لأنه قرأه كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. والمحسن معناه المتبع، المحسن المتبع معناه المتبع، والذين اتبعوهم بإحسان. والله جل وعلا يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فكلا القارئين محسن لأنه قرأ بما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ولهذا قال حذيفة لعثمان رضي الله عنهما: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب كما اختلف فيه الأمم قبلهم، لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف الذي حصل بين ابن مسعود رضي الله عنه والرجل الآخر هذا ليس من الاختلاف المذموم، لأن كل منهما قرأ بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما تفرق المسلمون في الأقطار وانتشر الإسلام، وصاروا يختلفون في القراءات اختلافا يخشى منه وقوع الفتنة فيما بينهم. وإن كان هذه القراءات مسموعة من الرسول صلى الله عليه وسلم،
لكن قد يكون بعضها لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى لو ثبت فإذا كان الاختلاف عليها سيؤدي إلى الفتنة، فإن الأولى جمعهم على قراءة واحدة درءا للفتنة. فلما خشي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان حذيفة ممن يحذر من الفتن، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يقع فيه، شدة حذره من الفتن، لما رأى اختلاف الناس في الأمصار في تلاوة القرآن اختلافا يؤدي إلى التصارع فيما بينهم وجحد ما مع الآخر من الحق وربما يؤدي إلى قتال أو إلى تكذيب، فجاء إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه فطلب منه المبادرة في حسم هذا النزاع وأن يجمع المسلمين على مصحف واحد. وكان المسلمون لهم مصاحف متعددة فيها مخالفات قراءات واختلاف في الترتيب، ترتيب السور. فحذيفة خشي من هذا الاختلاف أن يؤول إلى فتنة وإلى شر، فأمر عثمان رضي الله عنه أو أشار على عثمان رضي الله عنه أن يجمع الناس على مصحف واحد، فجمع المصاحف التي في الأمصار وشكل لها لجنة من العلماء، من علماء الصحابة وقراء الصحابة، وأمرهم أن يكتبوا مصحفا واحدا، يكتبوا مصحفا واحدا محتملا للقراءات السبع أو العشر، يعني الرسم واحد، الرسم واحد لكنه يحتمل قراءات، يحتمل القراءات. فأمرهم فاجتمعوا بعد تردد وبعد تثاقل، لأن الأمر هذا ما هو سهل، هذه قضية ليست سهلة، ولكن عثمان رضي الله عنه لقوة إيمانه وقوة حرصه على جمع الأمة أقدم عليها بمشورة حذيفة بن اليمان، فكتبوا مصحفا واحدا على رسم واحد يسمى الرسم العثماني، ثم أمر ببقية المصاحف فأحرقت، ووزع ونسخ من هذا المصحف عدة نسخ بعدد الأقاليم ووزعها على الأقاليم، فبقي هذا المصحف، وكان هذا من حفظ الله لهذا القرآن، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبقي هذا المصحف بأيدي الأمة ولله الحمد، ويسمى بالمصحف العثماني والرسم العثماني. نعم شيخ، طبعا مع الاختلاف بين القرآن والسنة، هل لأحد أن يتمنى أن الصحابة رضي الله عنهم أيضا كتبوا السنة؟ نعم، هل لأحد أن يتمنى ذلك؟ كيف؟ أنه ليت عمر رضي الله عنه أو عثمان قام عمر شهرا يستخير الله أن يكتب السنة. الرسول منع من كتب الأحاديث في عهده صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لأن لا يختلط القرآن بالسنة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن هذا المحذور، لأن الوحي انقطع وانتهى، انتهى الوحي وانتهى نزول القرآن، زال المحذور، فلذلك بدأوا يدونون السنة ويكتبونها. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب، لكنه يكتب لنفسه خاصة، يكتبه لنفسه خاصة، أما الكتابة العامة فإنما حدثت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتهى، لأن الوحي انتهى، والقرآن ولله الحمد تكامل والدين تكامل، فحينئذ زال المحذور. ولما خشوا على السنة من الضياع قاموا بجمعها وتدوينها وترتيبها. نعم السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فأفاد ذلك بشيئين، أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا، والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر من مشابهتهم. نعم، تضمن أمرين: الأمر الأول الاختلاف في الأشياء التي لا تحتمل الاختلاف، مثل هذه المسألة بين ابن مسعود والرجل الآخر ما تحتمل الاختلاف، لأن كل منهما على حق، فلا مجال لأن ينكر أحدهما على الآخر، على الآخر. والأمر الثاني
الاعتبار الحذر من من الحذر من أن نقع فيما وقع فيه المختلفون من كان قبلنا ممن الذين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وهذا من التشبه، والكتاب هذا كله بتحريم التشبه بالكفار، ومن ذلك تشبه بهم في الاختلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب، وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبته أو في بعضه، مخطئا في نفي ما عليه الآخر، كما أن القارئين كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه، مخطئا في نفي حرف غيره. فإن الذي وقع في الأمة غالبه من هذا النوع، وهو إنكار ما مع الآخر من الحق، من الحق. ولو أن كل طرف اعترف بما مع الآخر من الحق ما حصل اختلاف، إنما الاختلاف حصل لما ظهر للطرف أن الآخر مخطئ وأنه ليس على صواب، فلذلك حصل الاختلاف المذموم. فالاختلاف إذا كان من اختلاف التنوع فإنه لا يجوز الوقوع فيه، لأن كل من الطرفين محق. وقد يكون طرف محق من وجه ومخطئ من وجه، والطرف الثاني كذلك محق من وجه ومخطئ من وجه آخر، فنقبل ما الصواب ولو كان مع المخالف، نقبل الصواب ونرد الخطأ، هذا هو الطريق الصحيح، نرد ما معه من الخطأ ونقبل ما معه من الصواب، من الصواب. وبهذه الطريقة لا يحصل نزاع يؤدي إلى المحذور. نعم. قال: فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب، لا في الذي وقع من ابن مسعود والرجل الآخر هو من هذا، أن كل منهما مصر على ما معه من الحق ومنكر لما مع غيره من الحق، من الحق، وهذا هو الآفة. نعم. قال: أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود لا في الإثبات، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. نعم. فالإنسان يجب عليه أنه يتوقف عما لا يعلم، لأنه لا يعلم كل شيء. نعم. فإذا خفي عليه شيء فإنه لا ينكر، لكن يتثبت أولا، يتسرع يعني في الإنكار حتى يتثبت، لأنه ربما يكون مع المخالف وجه من الصواب، فإذا أنكرت ما معه أنكرت الحق. فالواجب في هذه الأمور التؤدة والتثبت والتروي قبل أن تنكر ما مع الآخر. نعم. قال: ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى، إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان. نعم. الله جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالله قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، وأمر برد المتشابه إلى المحكم. نعم. ولكن بعض الناس يأخذ طرف ويترك الطرف الآخر، وهذا هو الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأهل الزيغ لا يردون المتشابه إلى المحكم، بل يأخذون المتشابه لأجل الفتنة ولجهلهم أيضا بالشرع. فهذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس في هذه المصائب، أنهم يأخذون بطرف من النصوص ويتركون طرف الآخر. والقرآن يفسر بعضه بعضا ويوضح بعضه بعضا، لأنه من عند الله، والذي من عند الله لا يختلف أبدا. ولهذا الراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني كما زاغ أولئك فأخذوا بالمتشابه، أخذوا بطرف وتركوا الطرف الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه في هذه القصة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهم يتنازعون في القرآن كل واحد يحتج بآية، قال: لا تضربوا كتاب الله
بعضه ببعض، إنما أهلك من كان قبلكم كذا وكذا. فالواجب إن المسلمين يعتقدون أن كلام الله كله حق، وأنه لا يتعارض ولا يتناقض، وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك كله حق لا يتعارض ولا يتناقض. فإذا أشكل عليك شيء من النصوص أو من الأدلة فإنك لا بد أن تراجع النصوص الأخرى. ربما يكون هذا الذي معك منسوخا، ربما يكون مطلقا وهناك ما يقيده، ربما يكون هذا عام والذي معك عام وهناك ما يخصصه. هذه الأمور لا يتفطن لها إلا الراسخون في العلم، وأما الجهل وأما المتعالمون فهم يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر، ويقولون نحن نستدل بكتاب الله أو بسنة رسول الله، وقد كذبوا، لم يستدلوا بكتاب الله. إذا أخذت طرفا وتركت الطرف الآخر فأنت لم تستدل بكتاب الله عز وجل، وإنما أخذت المتشابه. فالذي يستدل بكتاب الله هو الذي يجمع بين النصوص ويفسر بعضها ببعض ويقيد مطلقها ويبين مجملها ومشكلها، هذا هو الراسخ في العلم. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. قال رحمه الله: فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان من قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. الله جل وعلا يقول: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فلا يجوز الاختلاف في القرآن بأن نقول هذه الآية تدل على كذا والآية الأخرى تدل على نقيض ما دلت عليه هذه الآية وتخالفها، هذا لا يجوز في كلام الله عز وجل، لأن كلام الله لا يتناقض. فإذا أشكل عليك شيء فلا تقدم على تسرع في البت بالحكم، فإن كنت تحسن الرجوع إلى الآيات الأخرى والنصوص الأخرى فإنك يجب عليك الرجوع إليها ليزول ما عندك من الإشكال، وإن كنت لا تحسن الرجوع فتوقف واسأل الراسخين في العلم. وأما أن كل واحد يأخذ بآية يقول هذه تدل على تحريم كذا، ويقول الآخر الآية الأخرى تدل على حل هذا الشيء، ما يمكن شيء يكون حلال من آية في آية وحرام في آية أخرى أبدا، لا بد هناك ما يزيل هذا الإشكال، وذلك بالجمع بين النصوص. ربما تكون هذه الآية التي أخذت بها منسوخة والآية الأخرى ناسخة لها، ولا يجوز البقاء على المنسوخ بل يجب الأخذ بالناسخ. ربما تكون هذه الآية مطلقة وهناك آية مقيدة لها، ولا يجوز الأخذ بالمطلق دون نظر إلى المقيد بل يجب حمل المطلق على المقيد. تكون هذه الآية مثلا عامة وهناك آية خاصة فيحمل العام على الخاص، وهذه طريقة لا يحسنها إلا أهل العلم، إلا أهل الرسوخ في العلم. ولذلك دون الفقهاء العلماء والمفسرون رحمهم الله دونوا أصول التفسير، يعني التفسير ما هو باعتباطي وعفوي، تفسير له قواعد وله ضوابط لا بد أن يتقنها المفسر قبل أن يدخل في التفسير. ولذلك قعدوا قواعد سموها أصول التفسير يقرأها طالب العلم وطالب التفسير حتى يتمشى عليها فيتزول عنه هذه الإشكالات. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهي مطبوعة ومتداولة، فيها إعانة لطالب العلم، تعطيه طريقة صحيحة يمشي عليها وتزيل عنه الإشكالات
التي ترد على الجهال والمتعالمين في كتاب الله عز وجل. نعم. إذن المراد بالاختلاف المنهي عنها أن يأخذ كل من المختلفين آية يزعم أنها ضد الأخرى. أي نعم، أن يأخذ طرف ويترك الطرف الآخر، لأنه ما أخذ بالقرآن، إذا أخذ طرف وترك الطرف بالقرآن. نعم. ثم عقد المؤلف رحمه الله هذه العبارة لبيان سير الكتاب في أن الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب الجحيم. قال فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلنا، وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا. نعم، هو هذا. الله جل وعلا يقول إن وإن الذين اختلفوا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. نعم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالله حذرنا، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نقع فيما وقع فيه من كان قبلنا من الاختلاف في كتاب الله، مع أن كتاب الله حق كله، لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، بل يحتاج إلى من عنده بصيرة وعنده علم وعنده معرفة لأسرار القرآن وأسلوب القرآن، حتى يرجع بعض الآيات إلى بعض ويظهر المقصود منها جميعا. أما إذا قطعت آية وتركت الآية الأخرى ما ظهرت بنتيجة، بل ظهرت بخطأ، ظهرت بضلال، وإن كنت تزعم أنك تستدل بالآية، فالآية لا تدل على ما أردت، لأنها ما يصلح الاستدلال بها وحدها إلا مع الآية الأخرى التي تبينها وتوضحها. والله جل وعلا أحكم هذا القرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لا يمكن أن يتعارض كلامه سبحانه وتعالى إلا على من لم يعطى العلم أو أنه صاحب هوى يريد تضليل الناس، ويجيب آية من المتشابه ويقول هذا القرآن يدل على كذا، فنقول له كذبت، القرآن لا يدل على كذا، القرآن يفسر بعضه بعضا. نحن نرجع إلى الآية الأخرى فهي تفسر هذه الآية، ونفسر كلام الله بكلام الله عز وجل أو بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي وكل الله له بيان القرآن. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.